عشان نكاش تحسب الناس لعبة عندك. 15,000 ريال والدوام ساعتين في اليوم. تم لو تبي الحين. تكفى يا عامر تكفى، خليه يشغلني أنا كمان، أنا صاحبك ودايما أسلفك. يا ابن الحلال مو بأي واحد يشتغل عنده، الرجال يبي سواق. عامر تكفى يعني اسأله، يمكن عنده وظيفة منا ولا منا. قوم يا 15,000 تاخدها في ساعتين اثنين، والله لو انك مدير الطيارة. وش عرفك انت؟ ذا مطلوخ ولا تفرق معه، بس عنده سواق برحة وراعي قبعات، علشان كذا غيره. قايمة قهوجي، قايمة قهوجي. اقول دزها بس. اقول هالمطروخ ذا وش من لحية؟ لحية غانمة، دام بيعطيني 15,000. ابيكم تمشون مع ذا الهايوي، تمشون معه ابغى ولا اشارة مسكة. إذا جاكم المسجد خذني بقى يا جروح أرجوك داويني لا تروح خذني بقى يا جروح أرجوك داويني لا تروح. هذا الطار، افتح له افتح له لا يفضحنا ذا. هذا كبرك وما تعرف تسوق. ادخل بس ادخل. طيب اجيب الملف. هذا ملفي في شهاداتي وخبراتي وبرنت من المرور اني ما قبعت الا قبل 5 سنوات ولا انا بغلطان. ما لي ملفك، الطارات نعرفهم من وجيههم. كافو والله، هذا اللي عجبني بالمطاليخ، سمحين والامور عندهم سهالات، مو مثل الشركات معقدين بتداوم. اليوم الساعة 12 في الليل تكون عندي هنا. سلامات يا ابوي، خفافيش. عجبتني خفافيش. لا، احنا فنانين. طرب. جوي، اتحداك يا الطرب. بالله تعرف خالد عبد الرحمن؟ ودي اصور معه. خذني بقايا جروح أرجوك داويني لا تروح الروح. يا أخوي اسرع، وش ذا الممشى ذا؟ يا أبوي ما بالعدة اللي معكم تتكسر. أي عدة؟ العود والمرواس وهذاك اللي كذا، ما أبي حفلتكم تخرب. يا أخوي مو هو بشغلك، اسرع وبس. خلاص أوكي أوكي. سلامات، ما في قصر افراح هنا. هي يا ابن الحلال، هذه حفله محفوفه فوق في شقه، نص ساعه وانا عندك. ام عاد نص ساعه وش ذا الحفله مسرعه؟ يا حبيبي ترك اقلقتني، اشغلتني. سين جواب، سين جواب. ايه لا تنفخ، وبعلشانك تعطيني راتب تنفخ علي. خلاص يا ابوي اركد وراك بعدين فانزاتك فوق، خل صوتك يريح. خلاص يا ابن الحلال. اسمع، خليك في السيارة ولا تتحرك مكان، وخلي السيارة شغالة لين نجيك. وليش اخلي السيارة مشغلة؟ كذا بيطير نص البنزين. سيارتي ولا سيارتك؟ من اللي بيدفع قروش؟ انا ولا انت؟ خلاص بكيفك، سيارتك يلا دزها. يلا يا شباب يلا.